بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، نظم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بعد ظهر اليوم السباق 16 لهذا الموسم. وأقيم السباق على كؤوس سيارات اللكسس برعاية شركة إبراهيم خليل كانو وكأس المرحوم حسن بن صالح الرويعي، وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير. كما حضر السباق عدد من أصحاب السمو وممثلي الجهات الراعية للسباق وجمهور من محبي سباق الخيل. وتم تتويج الفائزين بكؤوس السباق، حيث قام السيد نسيم بن حسن الرويعي وبحضور عائلة حسن بن صالح الرويعي بتقديم كأس المرحوم حسن بن صالح الرويعي إلى المضمر الفائز حسين الديلمي، فيما قام السيد عيسى كانو بتقديم كأس اللكسس للشوط الثالث إلى المالك الفائز إبراهيم العفو، وكأسي اللكسس للشوطين الرابع والثامن إلى سمو الشيخ هاشم بن محمد بن سلمان آل خليفة. كما قدم كأس اللكسس للشوط السابع إلى المالك الفائز الشيخ محمد بن فواز بن عبد الله آل خليفة. كما قدمت مؤسسة الحصان العربي لخدمات الفروسية والبيطرة جائزة أفضل جواد مظهرا في الشوط الثامن إلى الجواد فوربدن لاند. هذا واشتمل السباق على ثمانية أشواط.